طيب الحالات الجدليه اللي بتحصل في غرفه تقنيه الفيديو، انا بالنسبه لي اعتبرت دي قضيه، وقضيه مهمه جدا لانها مرتبطه ببروتوكول. ما ينفعش كل واحد يشتغل بدماغه، وما ينفعش التعليمات تختلف من كل موسم عن الموسم الثاني، وكل واحد مسؤول عن تقنيه الفيديو في لجنه الحكام يدي تعليمات مخالفه للبروتوكول، وفي الاخر الانديه بتتضرر. انا مش هنسى اللي حصل في احدى مباريات النادي الاهلي لما الفار اتدخل في لعبه الايفاب، وقانون الفار نفسه ما نصش على فكره ان استئناف اللعب داخل ضمن بروتوكول الفار، ومع ذلك اتنفذت غلط والاهلي تضرر من عدم فهم الحكام واللجنه، وان الامور بتدار باهواء شخصيه، ومستمرين بنفس الاخطاء دلوقتي بس مع اختلاف التفاصيل والامثله. ليه بقى؟ انا امبارح طلعت واتكلمت بشكل واضح وصريح، وقلت على ان الفيفا دايما لما بيبقى فيه اي مسابقات رسميه المعيار الاساسي لنجاح المسابقه وعمل هذه المسابقه ان يكون فيه شفافيه ونزاهه، والشفافيه والنزاهه داخله في تفاصيل كتيره، ولكن انا خدتها في اطار بروتوكول الفار. بروتوكول الفار بروتوكول واضح بيتطبق في جميع دول العالم بنفس المعنى وبنفس المقياس، ولكن اضيف على ذلك كمان ان بقى كمان في بيانات توضيحيه، وبقى في اعتذارات بتحصل من بعض اللجان في الدول الاوروبيه وفي الاتحاد الدولي عشان الجمهور جزء من اللعبه، فلازم احترام الجمهور واحترام الانديه يكون فيه شفافيه واعلان كل التفاصيل. مباراه الزمالك والاسماعيلي ايا كانت اللعبه لمين مش قصتنا، انا قصتي ان اللعبه دي ممكن تتكرر مع فرق تانية، ممكن تتكرر مع الاهلي، ممكن تتكرر مع الزمالك، فكان الهدف اسال على التوضيح. امبارح طلعت واتكلمت، وعشان اللي ما تابعش امبارح، رغم ان الحمد لله امبارح الحلقه كانت ترند على تويتر والناس كلها بتتكلم على القضيه اللي احنا الوحيدين اللي اتكلمنا فيها بشكل واضح وصريح، نطلع نسمع يعني فلاش باك على جزء معين من التفاصيل اللي قلناها امبارح، ونرجع لان هدخل بقى في صميم القضيه وهقول بالظبط اللي حصل. واللجنه لو عايزه ترد اهلا وسهلا، عايزه تطلع بيان توضيحي اهلا وسهلا، عايزه تقول كلامك صح برضو اهلا وسهلا، عايزه تقول كلامك غلط طلع لي يا فندم المحادثه وقول لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. نسمع ونشوف وبعد كده نرجع عشان عندنا كواليس وتفاصيل القضيه بالظبط. روحوا للسعوديه واختم بالجزئيه دي. الاتحاد السعودي، وعارفين ان السويسري نافارو وده من ابرز واكبر الحكام وكان شغال في الفيفا فتره طويله وهو حاليا مسؤول عن التحكيم في الاتحاد السعودي، لما بيكون في حاله جدليه هو ما بيعرضهاش، بس لو في نادي متضرر وبيطلب يسمعها الاتحاد السعودي بيستدعيه وبيستدعى الطرف المنافس الثاني وبيقول له تعالى اسمع. دي الشفافيه اللي انا بتكلم عليها، وده اللي بطلب من اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام يتخذوا هذا القرار خلال 24 ساعه، لان بكره إذا ما تمش الإعلان عن تفاصيل هذه المحادثة بشكل صحيح وإجراء تحقيق فيما تم، هطلع بكرة أقول تم الاستدعاء ولا ما تمش الاستدعاء، بروتوكول الفار اتطبق صح ولا اتطبق غلط، والفيصل بيني وبينكو المحادثة موجودة ما اتمسحتش، لو أنا كلامي غلط اعرض المحادثة، لو أنا كلامي صح عاقب المخطئ، لو أنا كلامي غلط اعرض المحادثة، لو أنا كلامي صح عاقبه المخطئ. هي الشفافية بتقول كده، وانا القصه بالنسبه لي مش مين اللي اخطا، كابتن محمد عادل ولا الكابتن مصطفى مدحت. طيب عشان ما اخشش في تفاصيل كتير واختصر عليكم الوقت، ان معايا كمان مكالمه مهمه جدا عشان تشرح لحضراتكم بقى من خلال محاضر دولي كلامنا ده مبني على ايه. مباراه الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه كان بيديرها الكابتن محمد عادل، معاه مساعد اول هاني خيري، مساعد تاني عمر فتحي، الحكم الرابع محمد الغازي، حكم تقنية الفيديو كابتن مصطفى مدحت، مساعد الفار أو الإي فار الكابتن محمد عزازي. الكورة محمد صبحي مسك الكورة، كانت في منطقة جزاء نادي الزمالك، كانت في مناوشات بينه وبين لاعب نادي الإسماعيلي، مناوشات جانبية ما بين الاتنين، وشافها الكابتن محمد عادل قدامكم الصورة، بس دي في الختام بعد كده. طيب المناوشات دي كانت بين الاتنين في توقيت واحد بعد ما محمد صبحي مسك الكورة. طيب بعد ما محمد صبحي ساب الكوره ولعب الكوره والكابتن محمد عادل ادى ظهره، ايه اللي حصل؟ زي ما انتم شايفين صبحي عرقل لاعب نادي الاسماعيلي، وده هنا يعتبر موقف جديد بتكلم فيه، يعني لما شافوا الفار والمساعدين ان في مناوشات اللعب استمر وخلاص، بس هنا حصل موقف جديد. طب هنا الموقف الجديد ايه اللي المفروض يحصل؟ انا مش هقول لكم بقى المفروض يحصل، هقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. خدوا المفاجاه، قبل ما تقنية الفيديو تتدخل الكابتن عمر فتحي المساعد التاني اللي قريب من مرمى نادي الزمالك شاف اللعبة، وقال للكابتن محمد عادل يا كابتن عادل في ضرب داخل منطقة الجزاء.
فالكابتن محمد عادل راجع مع الفار وقت ما الكوره وقفت، لان ايقاف الكوره بعد الحركه دي او اللعبه دي مفيش، كانت ثواني بسيطه يعني. فالكابتن محمد عادل وقف في اللعب، فالكابتن مصطفى مدحت في غرفه تقنيه الفيديو اتدخل وقال له يا كابتن عادل في مناوشات او في احتكاك ما بين اتنين لعيبه، حارس الزمالك ولاعب الاسماعيلي. فرد عليه الكابتن محمد عادل قال له يعني ضربه خفيفه خلاص نمشي ولا ايه؟ قال له يا كابتن في احتكاك ما بين الاتنين. قال له خلاص نمشي، مشي اللعب. ومشت اللعبه، ومشت اللعبه. يعني هو سمع من حكم تقنيه الفيديو، ايا كان بقى تقنيه الفيديو بتشرح، تقول له تعالى اتفرج ولا هو قال له في حصل احتكاك. والمساعد الثاني الكابتن عمر فتحي هو اللي نبه الكابتن محمد عادل في البدايه ان حصل ضرب داخل منطقه الجزاء. الكابتن محمد عادل اكيد لازم يسمع باجابه واضحه ومباشره، تعالى اتفرج في خطا حصل او في مستند واضح، تعالى بص عليه. والكابتن مصطفى مدحت بحديثه مع الكابتن محمد عادل تدخل في اللعبه، بس الفكره في حد ذاتها هل تدخل في اللعبه وقال له تعالى بص ولا قال له في مشكله؟ قال له تعالى في احتكاك تم بين اللعيبه. الكابتن محمد عادل رد وقال ضربه خفيفه يعني خلاص مشي مشي. كل اللي حصل ده ملوش علاقه ببروتوكول الايفاب اللي بتقوله في اللي بتقوله وبتنص عليه في تقنيه الفيديو. طالما المساعد تدخل وقال في ضرب، وطالما تقنيه الفيديو اتدخلت وقالت في حاله، طبيعي الكابتن محمد عادل يروح ويبص. بس يبدو ان الحاله اللي حصلت في الهدف الاول ما كانتش فيه بوادر ثقه ما بين حكم الملعب وحكم الفار، تحديدا مباراه الزمالك والاسماعيلي في الدور الاول. وشوف المقارنه، كان بيديرها الكابتن محمود البنا وعلى تقنيه الفيديو محمد عادل. فلما تيجي في مرحله الدور الثاني اللي احنا محتاجين حكام خبره اكتر، ليه بتلعب في الاسماء وتجيب حكام حتى ما يكونش فيه كيمياء بينهم والخبرات مسافه كبيره بينهم؟ دي مشكله تعيينات. شفتوا بقى الازمه فين؟ دي المحادثه اللي بكلمكم عليها واللي ما اتشرحتش لغايه دلوقتي من لجنه الحكام، وبنطالبهم ببيان توضيح عشان نعرف مين المخطئ.